السلام عليكم. واش سي كريم؟ بخير هنيه؟ بخير الله يبارك فيك. اليوم المازوط 15 درهم و77 سنتيم والليسانس 16 درهم. السلام عليكم وتحيه طيبه للجميع اينما كنتم، مرحبا بكم عام جديد. من هذه البلاصه هذه بالضبط، هذه جوج ديال السيمانات كنت صورت واحد الفيديو كندير مقارنه بالنسبه للثمن ديال الليسانس والمازوط فروتوروت والثمن ديال الليسانس والمازوط داخل الفيلاجات مثلا. هذا الشيء درته في القناه الثانيه ملي كانت هذه القناه الاولى ديال كريم كسري، كانت يعني يوتيوب سدها، ودرت لكم فيديو في القناه الثانيه الى لاحظتوا اشافوا بزاف ديال الناس. درت لكم مقارنه ديال الثمن ديال الليسانس فروتوروت والثمن ديال الليسانس داخل الفيلاجات. هذا كان واحد الثمن، هذه شحال؟ لان كان السعر ديال البرميل داير واحد الثمن في السوق العالميه. دابا الثمن ديال البرميل في السوق العالميه انخفض بواحد الدرجه كبيره واستقر في 97 دولار ولا 98 دولار. هنا غادي نبين لكم واش هذا الثمن هذا ديال البرميل في السوق العالميه انعكس بشكل ايجابي على المواطن هنا في اسبانيا ولا لا، واش عنده شي تاثير ولا لا. واش الثمن ديال الليسانس في اسبانيا هذه جوج سيمانات من صورت الفيديو باقي هو هو ولا انخفض حيث ان السعر ديال البرميل عالميا انخفض؟ هنا غادي نبين لكم ان كاين الحكومات اللي كتحترم الشعوب ديالها وكاين الحكومات اللي ما كتحترمش الشعوب ديالها. الحكومه المغربيه لا تحترم شعبها، لان هذه جوج سيمانات كان ثمن البرميل كيدير واحد الثمن، ودابا كيدير واحد الثمن اقل مستقر 97 او 98 دولار للبرميل، في الوقت اللي كنشوفوا ان الثمن ديال الليسانس والمازوط في المغرب ما وقع فيه حتى شي تغيير، باقي هو ولا ربما زاد على الثمن العادي. انا غادي نصور لكم دابا هنا من عين المكان، اجيو تشوفوا معايا وديروا مقارنه ديال قبل الثمن وديال دابا، اجي نوريكم. اخوان الاخوات، انا يا من ارض الواقع غادي نصور لكم، شوفوا الثمن دابا شحال داير. شوفوا الثمن ديال ليسانس والمازوط، ها هو من عين المكان، ستار ديزل المازوط العادي اورو 93، وستار هذاك ديال ليسانس اورو 96. هذاك المازوط اللي هو مزيان 2 اورو 01، وليسانس عاوتاني اللي هو اللي هو تا هو مزيان زعما كنقولوا 2.06. هاد الاثمنه هذه الاخوان الى لاحظتوا معايا، قبل كان الثمن ديال المازوط هذاك الاورو 93 كان كيدير 2 اورو 7. علاش؟ حيت كان ليسانس غالي. بما ان ليسانس ولا المازوط نقص في السوق العالميه، هو ولا اورو 93 من 2 اورو 7 اورو 93. هذا الشيء اللي كنصور لكم دابا الاخوان، هذه البلاصه هذه بالضبط واللي كنت صورت منها المره اللي فاتت وقلت لكم ديروا مقارنه. هذا الفيلاج هذا من طوري فورطه صورت لكم هذا الشيء هذا بالضبط من هذه البلاصه هذه. دابا هذه الاثمنه هذه انعكست ايجابي على الشعب الاسباني، يعني هنا كيبينوا ان الحكومه الاسبانيه اولا مدبرين الشأن العام في اسبانيا كيحترموا المواطنين ديالهم. قبل كان داير واحد الثمن حيت كان غالي المازوط عالميا، ولكن منين هبط السعر ديال الثمن ديال المازوط في العالم انخفض حتى هنايا على الغاسولينيرات، حتى هي نقصت الثمن. هاد هنا كنوضعوا واحد علامه استفهام، علاش في المغرب الثمن ديال الليسانس واخا انخفض عالميا الثمن ديال البرميل ديالو باقي غالي عندنا في بومبات ديال المازوط، باقي داير 16 و17 او 18 درهم بالضبط، ما عرفتش بالضبط شحال، يعني باليوم اليوم كنظن انا داير 17 درهم ليسانس و16 درهم المازوط. علاش ما كتحترموش الشعب ديالكم؟ علاش ما كتحترموش الثمن اللي خصو يدار؟ علاش كل هاي الغيب لغاه؟ وعلاش كل واحد كيتحكم في السوق كيف ما بغى؟ طبعا هي مجموعه من علامات الاستفهام غادي تبقى مطروحه، وبغينا شي واحد يجاوبنا عليها ويقول لنا شنو هذا اللي وقع في البلاد. كتعرفوا ان ليسانس بصفه عامه هو سبب كل الكوارث، هو السبب ديال كل الكوارث. علاش؟ لان ملي كيرتفع الثمن ديال ليسانس كترتفع جميع المواد الغذائيه وجميع المواد بصفه عامه كترتفع في الثمن ديالها، وهذا كيبين على ان القدره الشرائيه ديال المواطنين كتولي صعيبه بزاف، وما كيقدروش انهم يسايروا الوقت لان الخلصه على قد الحال، والثمن ديال ليسانس طالع كيسبب يعني ان جميع المواد كتطلع في الثمن ديالها. دابا انا كنصور من هذه البلاصه هذه وكندير مقارنه ديال واحد الاثمنه ديال قبل وديال دابا، وكنشوفوا ان هنا انعكس الثمن ايجابي، والمغرب باقي الثمن هو هو. يعني هنا كنبينوا ان يعني طبعا الرساله موجهه اول واحد في البلاد هو رئيس الحكومه المغربيه السي عزيز اخنوش، هو المسؤول الاول على الاثمنه بما انه هو الراعي ديال البترول في المغرب، المسؤول الاول خصو يجاوبنا على هذا السؤال هذا. زائد يعني الشركات اللي
تلهف كل شيء، الشركات اللي كتاكل الاخضر واليابس واللي لا تحترم المواطنين واللي كدير اللي بغا، هاد الشركات اللي كدير اللي بغا واش ما كايناش اللي راقبها؟ واش ما عندناش شي سلطه اننا اللي تدافع علينا؟ واش بعدا بغيت نعرف انا هذه القضيه هذه علاش كديروا اللي بغيتوا؟ دابا الا نادوا المواطنين يغوتوا، نادوا الناس ينتقدوا، نادت المظاهرات ولا كتردوا الشعب هو اللي قبيح وبانه باغي الفتنه وبانه ما كيحترمش وبانه ما كيحبش بلاده وبانهم انفصاليين وبانه كتقاتل سقولهم بزاف ديال التهم باش نتوما تاكلوا الاخضر واليابس بوحديتكم وتخليوا الشعب كيطحن مع بعضياته. اذا هنا خصكم تخرجوا وتوضحوا لنا وتفهمونا علاش الثمن ديال المازوت وليسانس ما انخفضش في المغرب بالرغم انه انخفض في العالم وبانت الانخفاض ديالو عند عند الغاسولينيرات الى غير ذلك. انا كنطرح مجموعه من الاسئله، كنطرح مجموعه من الاسئله وكنتمنى ان شي واحد يجاوبني عليها ولا يوضح لنا هذه المساله هذه ولا يفهمنا، لان هذا الشيء هذا الا بقى بحال هكا فضل هذه الازمه اللي حنا عايشينها، ان المغاربه الخدمه اللي ما كيخدموش بزاف اللي عشناها في كورونا، فضل الوقت اللي حنا فيه الراهن دابا البلاد شعلت فيها العافيه كوارث طبيعيه بالجمله، الناس الله يحسن العوال القدره الشرائيه دبرات كاع مره، يعني على الاقل لو كان الثمن ديال ليسانس والمازوت انعكس ايجابي على الشعب على الاقل كان غادي يبان. ونسيت واحد الحاجه ما قلتهاش، شنو هذا الثمن هذا اللي تقاسمت معكم انا اورو 93 للمازوط؟ راه هذا الثمن اللي كتشوفوا معايا ملي غنمشي ندير انا المازوط ونخلص غادي نستافد من 20 سنتيم في اللتر بالنسبه لكل لتر سواء المازوط ولا ليسانس ديال التخفيض ديال الدوله، يعني ما غاديش نخلصوا اورو 93 باش نكونوا متفاهمين، انا نسيت المعلومه هذه. اورو 93 كتشوفوها رافينات المازوط ياك، ولكن ملي غنمشي نخلص غنخلص غير نحيد 20 سنتيم منها، غادي نخلص غير يعني 67 واقيلا اورو 67، يعني زائد 20 سنتيم اللي غادي نستافد منها التخفيض اللي دارت الدوله. يعني حاليا براكتيكامينتي انا المازوط في اسبانيا بالنسبه للمازوط يعني كنخلصوا اورو 67، يعني بحال رخص من المغرب، حاليا راه هو رخص من المغرب لان في المغرب 17 درهم، اذا ارخص من المغرب، انا مواطن في اسبانيا كيدير المازوط ارخص من المغرب. هي ليس دعوه للفتنه ولا شي حاجه، ولكن بغيناكم غير تفهمونا، خرجوا لنا، خرجوا المسؤولين يوضحوا ويفهمونا علاش واقع هذا الشيء هذا في البلاد، علاش كل هاي الغيب الغاه، اين انتم بنا ذاهبون؟ انا غادي نطرح علامه استفهام مجموعه من الاسئله وانتم قولوا لي في التعليق ديالكم اش بالكم في هذا الشيء هذا، شنو بالكم في هذه المقارنه هذه اللي درت لكم انا اليوم بين الثمن ديال هنا وبين الثمن اللي باقي في البلاد. اخوان اخوات انتظركم في التعليق، قولوا الاراء ديالكم ان شاء الله، وهذا الشيء اللي كاين لا حول ولا قوه الا بالله. الله ياخذ الحق في الظالمين واللي كيمصوا دماء الشعب المغربي المغلوب على امره مع الاسف الشديد. تحياتي لكم جميعا، حتى فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.